أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: والدتي لم تصم أكثر من 20 يوما من رمضان بسبب المرض وقد توفيت، هل عليها إطعام؟ نعم. يقول: والدتي لم تصم أكثر من 20 يوما في رمضان العام الماضي وقد توفيت ولم تصم، هل عليها كفارة؟ إذا كانت تركت الصوم من أجل المرض واستمر معها إلى أن ماتت ولم تكمل رمضان بسبب المرض وماتت فيه، فليس عليها قضاء. نعم.